ناقش اجتماع اللجنة الوطنية لدعم البرامج المهنية الذي أقيم في معهد الشارقة للتراث حزمة من الأفكار والمبادرات الخلاقة والقضايا التي من شأنها الاستمرار في نهج الارتقاء بعملية تطوير معايير ومؤهلات مهنية وطنية، وذلك بحضور سعادة الدكتور عبد العزيز المسلم رئيس المعهد. ودعا الاجتماع إلى التوقيع على وثيقة الدبلومات المهنية في مجال التراث الثقافي لدعم توجهات معهد الشارقة للتراث باعتباره مؤسسة وطنية تعليمية لتأهيل الكوادر المهنية والمؤسسة الوحيدة بدولة الإمارات في تقديم البرامج المهنية التخصصية في مجال التراث الثقافي. اليوم كان عندنا اجتماع اللجنة الوطنية لاعتماد المؤهلات، وهذه اللجنة يعني نعول من وراءها على اعتماد الدبلومات المهنية التي يطرحها معهد الشارقة للتراث منذ تأسيسه. اللجنة الوطنية اليوم يعني تناقشنا في عدة أمور، وأيضا حاجة سوق العمل الثقافي بالنسبة لكثرة المتاحف الآن ومراكز حفظ وصيانة المقتنيات التراثية وغيرها من الأمور، وأيضا في مجال البحث الميداني والعمل الأرشيفي في مجال التراث.